من إطلاق رؤية المملكة 2030، الجهات المختصة حرصت على توطين النباتات الصحراوية، وفي الأفلاج جنوب الرياض انطلقت مبادرة ربيع الأفلاج لإعادة زراعة كثير من النباتات الموسمية الربيعية. مبادرة عن طريق بلدية الأفلاج لنثر البذور البرية في موقع إسحاق، تهدف طبعاً إلى تعريف بالبذور والتعريف بالنباتات البرية الموجودة عندنا بالمملكة العربية السعودية. المبادرة تركزت على نثر بذور نباتات موسمية ربيعية في وادي سحاب على مساحة 13,000 متر مربع بأنواع مختلفة. عندك هنا القرقاس، كمية كبيرة راح نبذرها، وهنا طبعاً قطحوان يسمونها القطحيان الأبيض الجميل هذا، وهنا طال عمرك اللي هو القطحوان الإفريقي، لونين يطلع الزهرة لونين ممتاز جداً، وهذه الخزامة، غنية عن التعريف. هنا طال عمرك الطربة، لها رائحة زي رائحة الفل بالضبط. هذه الربلة تعطي لون أخضر قوي وممتاز ورعوية، هذا القطحوان البستاني. المبادرة جاءت بعد تجارب سواها مواطنين مهتمين بإعادة توطين هذه النباتات اللي ترفع وعي زوار هذه المنتزهات والأودية في المحافظة حول النباتات.